همسات سوري، كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس. بأحد غرف منزلهم وبإمكانيات بسيطة، حول عمر درويش وزوجته حلوم المصطفى إحدى غرف منزلهما لمركز لتعليم الصم في بلدة كفر نوران غربي حلب. فلديهما ثلاثة أبناء يعانون من الصم منذ الولادة، وكان قد أرسلوهم سابقا لمدينة حلب لتعلم لغة الإشارة. عمر درويش من ريف حلب الغربي، قرية كفر نوران، حاصل على إجازة بالأدب الإنجليزي، دارس دبلوم تأهيل، أمضيت حوالي 25 عام بالتعليم، لدي ثلاثة أولاد صم، علي ويافا وبيان. طبعا أرسلتهم للدراسة بحلب مشان يتعلموا لغة الإشارة. يعمل عمر على تعليم الأطفال الصم لغة الإشارة والكتابة مستخدما أمثلة واقعية تمكنهم من معرفة الأشياء، ومعتمدا على ابنته البكري بيان التي تعاني من الصم أيضا. نحن منعلمهم مثلا حاليا الرياضيات والرسم، يعني مثلا الرياضيات نحن ممكن نجمع لهم بعض الكرات، نجيب لهم مثلا صفط البيض لحتى نجزئ له إياهن، بعدين نجمع لهن مثلا، ممكن نستدعي طالب أصم يأكل تفاحة من أصل أربع تفاحات ونشرح له بأن الرقم أصبح مثلا ثلاث. بيان شابة مفعمة بروح العمل ومليئة بالحماس والأمل، تعمل على تعليم أقرانها الصم المهارات التي تتقنها، كما أنها قامت بعدة دورات تدريبية سابقة لأشخاص أصحاء على لغة الإشارة، عدا عن عملها الدائم في المنزل إلى جانب والدتها كما يقول والدها. بالنسبة للأنسة بيان اليوم مدرسة من يعني بكامل الحرفية، بمهنية عالية، بتدرس لغة الإشارة بطريقة مميزة جدا جدا. علمت حوالي 25 طالب وطالبة لغة الإشارة، طبعا من ضمن اللغة العربية، الرياضيات، يعني بعض المهارات. طبعا درست حوالي 5 سنوات، بعدين نقلت الفكرة للبيت. حتى هي في البيت عندي إياها، هي تقريبا هي المستلمة كل أمور البيت. مثلا بتساوي حلم أي أكل مثلا بيخطر عبالها، بتشتغلها، يعني ما شاء الله عليها، يعني ست بيت من الدرجة الأولى. ولم يتوقف المركز عند هذا القدر من التعليم، فقد أرسل عدة فتيات منه إلى دورة لتعلم نسج الصوف وتصفيف الشعر، اللواتي سيعملن بدورهن على تعليم البقية هذه المهن بهدف تأمين العمل لكل الفتيات الصم في المركز. نحن حاليا بعثنا بعض الصبايا بالتعاون مع بعض المنظمات، تدربوا على نسج الصوف ولف وصف الشعر السيدات. هذا الأمر يعني ممكن ينعكس بالفائدة لجميع الصبايا الصم بكفر نوران. يعني نحن بكل بساطة عم نحاول قدر الإمكان نشرح أو نفهم الأصم أنه أنت إلك دور مثل ما نحن إلنا دور في هذا المجتمع. علاوة على ذلك، عملت حلوم المصطفى زوجة عمر على تعليم الفتيات فنون الطبخ، حيث أطلق المركز مبادرة لصنع المؤونة وبيعها في الأسواق بهدف تأمين مصدر دخل لهن. نقوم بإحضار الخضروات، اللوخية، منجففة، المخللات منكبسون، البندورة منطبخها، منقوم بشغلات تجفيفة كلياتها ومنبيعها بالسوق، وبعد ما نبيعها منقسمها على هالصبايا اللي عم يشتغلوا فيها، وكل وحدة تاخد حصتها منها.
في مبادرة فريدة من نوعها بالشمال السوري وبأطراف ريف حلب الغربي، وعلى الرغم من ظروف الحرب الأخيرة التي عاشتها المنطقة، يحاول هذان الزوجان خلق روح الأمل في نفوس مجموعة من الأطفال الصم، سعيا منهم لدمجهم بالمجتمع، مؤمنين بجمال اختلافهم، متخذين الشعاران بأيدينا وأيديكم نبني سوريا. من بلدة كفر نوران غربية حلب، محمود أبو راس، راديو روزانا. همسات سوري، كل يوم حكاية سوري وبس.